تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. السلام عليكم، معكم الأخت فرح فوزية، مساعدة تقنية التسمية القديمة للتقنيين شعبة الهندسة المعمارية والتعمير فوج 86-87. أكثر حق وضعية مجمدة، الناس دابا الناس اللي توظفوا بحالنا السلم 11، حنا مازال السلم 8 بالكفاءة المهنية. كان ناجو السيد وزير الداخلية اللي عطى واحد الالتفاتة وواحد الاهتمام لهاد الفئة، هاد الفئة كلها مقبلة على التقاعد وكلها مدمرة وكلها محقورة. حنا كنتمناو هاد الفئة ديال التقنيين شعبة الهندسة المعمارية فوج 86-87 تلتفتوا لهم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معك حسام بولاطار منسق جهة الدار البيضاء السطات. التواجد ديالنا هو تلبيه للنداء ديال التنسيقيه الوطنيه الحاميه للشواهد الدبلومات غير مدمجين في السنه المناسبه بالنسبه للجامعات الترابيه. كنحملوا المسؤوليه للسيد وزير الداخليه اولا، عاد السيد رئيس الحكومه ثانيا. كيف يعقل بان الزياده من السيد وزير الداخليه اللي زاد الاعوان ديال السلطه وزاد الموظفين اللي تابعين للسلطه اللامركزيه وتم الحيف بالنسبه للموظفين ديال الجامعات الترابيه؟ كيف يعقل بان الموظف الجماعي حامل دبلوم الشهاده ما كتمش الترقيه ديالو طبقا للظاهر الشهري في 68؟ كيف يعقل السيد وزير الداخليه بان الموظفين ديال الجامعات الترابيه اللي كيوقع على العاتق ديالهم مسؤوليات كبيره ومسؤوليات جسام في تاديه الواجبات ديالهم وما كتمش التسويه ديالهم في السلالم المناسبه؟ الا كنتي انت هو الدستور حيد الظاهر الشهري، الا كنتي انت هو اللي كيمنع وبيديك السوارت ديال الترقية حيد الظاهر الشهري. شكرا. معكم رشيدة كامل، موظفة جماعية فرع ديال طنجة. مهم حنا جينا كنحتاجوا اليوم في هاد الوقفة احتجاجية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني ديال التنسيقية الوطنية لحامل الشهادات والدبلومات الغير مدمجين، نظرا لتردي الأوضاع اللي كيعيشها الموظف الجماعي، ونظرا لتعثر الحوار القطاعي، ونظرا للمشاكل اللي كتخبط فيها هذا الموظف أو الشغيلة الجماعية المتأزمة، كيعاني من مشاكل مادية ومعنوية. نظرا لهاد الأسباب حنا اليوم اضطرينا نجيو للرباط نحتاجوا نعملوا وقفة احتجاجية باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين اللي في الوزارة باش يحلوا لنا الملف. اولا يحلوا لنا الملف ديال حاملي الشواهد والدبلومات الغير مدمجين في السلالم الملائمه. كاين هنا معنا في هاد الوقفه موظفين جماعيين عندهم دبلومات حاصلين على شواهد عليا، هناك الاجازه، هناك الماستر، الدكتورات، وكاين الاخوان ديالنا فئات اخرى تقنيين، يعني عندهم دبلومات متخصصه في عده تخصصات بمختلف الدرجات ديالها. اذا هنايا حنا كنحتجوا على الوزاره الوصيه ان تستانف هذا الحوار القطاعي، وكفى من التماطل ومن سياسة الإقصاء اللي كتنهجها مع القطاع ديال الجماعة الترابية، لأن لا يعقل أن كتحل مشاكل جميع القطاعات، قطاع ديال الصحة والتعليم والعدل، ومؤخرا حلوا المشاكل ديال المحافظة العقارية وعدة قطاعات إلا القطاع ديال الجماعة الترابية. ومهم احنا كنطالبوا بحل المشاكل دا جميع الشواهد، يعني بدون تجزيء ولا تفيء، التسويه الشامله. اذا من هذا المنبر هذا كنحيي جميع المناضلين والمناضلات الاشاويش اللي جاوا من هذا الرباط باش يطالبوا بالحقوق ديالهم اللي هي عادله ومشروعه، ومن هذا المنبر كنحيي كذلك المنابر الاعلاميه اللي غطت هذا الحدث وباغي باش توصل الصوت ديالنا للمسؤولين واعاده النظر ايضا. وكان وتحيه نضاليه ايضا للاطارات النقابيه اللي دعمتها، وخصوصا الاتحاد المغربي للشغل اللي في الناس ديالها اللي هو المكتب الاعضاء المكتب الجامعي. وتحيه واستسمح الى طولت. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.